نمشوا الى موضوع اخر في هذا البت، او قبل ما نغادر موضوع السيارات، كنت سبق انني نشرت قبل يومين خبر حول ان المغرب اعلن انه هو المنتج الثاني عالميا قطاع السيارات في سيارات علامه رونو، ويستحوذ حاليا على 17% من المبيعات العالميه. يعني المغرب الان هو ثاني اكبر منتج عالمي لسيارات رونو، وعنده 17% هو اللي تحصته فيما يخص المبيعات العالمية بتاع هذه العلامة التجارية المعروفة عالميا. وطبعا المملكة المغربية، وكنت نشرتها في حساباتي، ستبدأ تصنيع سيارة رونو كارديان، هذه السيارة من الجيل الجديد التي سيتم تصديرها طبعا إلى دول الخليج وعدد من البلدان الإفريقية ومن بينها الجزائر وأوكرانيا. هذا خبر يتعلق بهذه العلامة التي سيبدأ تصنيعها في مصنع رونو بمدينة الدار البيضاء. وعودة لموضوع الصحراء المغربية، حبيت نشارك معكم نقلا على لو 360، مقر كلية الطب والصيدلة بالعيون التي افتتحت، لا فاكولتي دو ميديسين دو فارماسي، اللي في مدينة العيون بالصحراء المغربية. حبيت نشارك معكم هذا الفيديو نظرا لهذا الصرح العلمي الكبير الذي تم إنجازه، وإلى جانبه يتم إنجاز مستشفى جامعي كبير بمدينة العيون بالصحراء المغربية. المغرب يبني ويعلي، والنظام اللي يدعم في حركة انفصالية وينسى التنمية في مدن الصحراء في الجزائر. ونتحدى هذا النظام أن يجيب لنا صورة عن وجود كلية مثل هذه الكلية اللي غادي تكتشفوها بعد قليل. شاهدوا معي نقلا عن لو 360، هذا الصرح الأكاديمي الكبير الذي تم إنجازه. هذه كلية الطب بمدينة العيون، كلية الطب والصيدلة، واللي طبعا راهم يقرأوا فيها الطلبة الآن. Donc aujourd'hui et pour l'année universitaire 2024-2025, nous avons pu rejoindre donc le nouveau site de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Ayon, qui est un site de 10 hectares avec une architecture très recherchée, avec tout ce dont a besoin un étudiant et l'étudiant des provinces du Sud et notamment de la région de l'Aïon Saqqi al-Hamra, puisque nous avons des laboratoires, nous avons plusieurs amphithéâtres, nous avons également des amphithéâtres pour tout ce qui est culturel, sportif aussi. Nous avons des terrains de sport pour les étudiants, des salles de cours adaptées, avec un centre de simulation qui comprend les derniers équipements et d'une technologie très très moderne. Et donc tout ceci pour rapprocher les études médicales à nos étudiants de la région de l'Aïon Saqqi al-Hamra et des provinces du Sud en général. Ceci, pour l'instant, nous avons 719 étudiantes et étudiants, tous issus des régions du Sud et des étudiants d'Afrique subsaharienne. Et donc, les étudiants d'Afrique subsaharienne sont très bien intégrés au niveau de notre faculté. Ils ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Donc, tout ceci n'a pu être possible que grâce aux autres orientations royales et grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud qui a été lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en 2015. طلبة من البلدان الإفريقية يزاولون دراسة الطب والصيدلة أنا في كلية منصف الطب. شوف عنه الإخوان ديالي كبار في العائلة كانوا دائما ديبلاصاو من دصرة بعيدة مثلا كازا والرباط، وكانوا يعني كيتكلف عليهم الأمر يعني أنه كيسافروا الطريق بعيدة لكذا ولا ما ذلك. وكان لي الشرف أني كنت الأول من العائلة أني الحمد لله ما ديبلاصيت، بقيت في المدينة ديالي الحمد لله، بحيث أن مدينة العيون تفتحت فيها كلية الطب والصيدلة.
كلية بادرة زينة، حيث أنها كلية كبيرة بحال هذه، فتحت هنا تيان وفتح واللي يفتح مع حتى المستشفى الجامعي، يعني هذه كانت باسرة خير، ونتمنى يكون الأفضل الحمد لله. يعني أنا مثلا ما اضطريت أني ندي بلاصة لبلاصة بعيدة، ما اضطريت أني نكري الحمد لله، سنكون مع أهلي، ونتمنى يتفتحوا مشاريع كبار بحال هذا في المستقبل. بالنسبة لي كطالبة طب، نشوف عن هذا المشروع، هو مشروع ملكي ضخم اللي عاوننا احنا الصحراويين، وقصر علينا المسافات، بدل ما نعود نسافر لمدن ثانية اياك نقرا الطب ونتمرسوا في الكراي وفي الترانسبور وفي قسم المسائل، عدنا نقرا هون حدا اهلنا وبين ناسنا واحبابنا. الحمد لله هذا كان مشروع ناجح، كما كان حاله شحال هذه في الأقاليم الجنوبية، وفر علينا الوقت الجهد، الحمد لله البروفيسور سون يعني تري كومبيتون، لا فاكولتي فيها كاع لي كونديسيون اللي كيخلونا اننا نتفورما او طونك بون ميدسان. وبهذه المناسبة كندعي كاع لي ستوديون دو باكالوريا اللي قدامهم واحد لا ديفيرسيتي دو شوا انهم يديروا لا ميديسين، حيت الى ايتي ايل سوغي بور توجور لا ميور ديسيزيون كو جي بريز. لكم شفتوا هذا الصرح الأكاديمي الهام اللي إلى جانبه طبعا يتم بناء مستشفى جامعي ضخم بمدينة العيون، وهذا اللي مكن سكان الأقاليم الجنوبية المملكة باش يمارسوا مزاولة الطب أو دراسة الطب هناك أوليو باش يمشوا إلى مدن في شمال المغرب. والأمر ماهوش متوقف عندهم فقط، بل حتى طلبة كما راكم شفتوا في هذا التقرير من إنجاز لو 360، طلبة من عديد البلدان الإفريقية جاءوا باش يقروا في مدينة العيون بالصحراء المغربية. نختتم هذا البث المباشر ب أنا ماشي باغي ندير كومباريزون، لكن باش تعرفوا الأكاذيب نتاع نظام العسكر وسياسة الترقاع اللي يمارسها. يعني غادي نشارك معكم يعني الجناح المغربي في معرض سوق السياحة في لندن، اللي هو معرض عالمي واللي يعني يستقطب دول من أنحاء العالم. غادي تشوفوا الجناح نتاع المملكة المغربية وجناح الجزائر، اللي حتى وزارة السياحة الجزائرية لم تتكلم في حسابها أو في صفحتها الرسمية عن هذه الموعد الهام، اللي من المفروض كانت كاينة كان نظام حكم راشد وعنده استراتيجي ويعرف كيفاش يفكر. السياحة هي يعني قد در المليارات من الدولارات. نشارك معكم، انظروا إلى هذا الفيديو القصير. كما ستلاحظون، لاحظوا هذا جناح الجزائر، جناح صغير عيب يعني لا يليق بمقام بلد كبير مثل الجزائر، وبلد جميل، بلدنا شابة فيها طبيعة وفيها، ولكن انظروا إلى المعرض، انظروا إلى جناح المغرب. ما شاء الله جناح المغرب أكثر من رائع، أكثر من رائع. وهذا يبين الفرق الكبير والتخلف اللي راه تعيش فيها بلادنا في ظل حكم نظام ما يهموش أنه يطور من الصناعة السياحية في البلاد. انستون ما يليقش بما شوفوا، يعني جناح الجزائر هذا عيب عيب والله لا عيب. في حين المغرب اللي هو أحد البلدان الرائدة وأحد أهم الوجهات السياحية في العالم، طبعا جناحه يليق بعراقة البلد. وكما قلت لكم مشيت للصفحة، هذه صفحة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لاحظت ما تكلموش على موعد أو معرض لندن للسياحة اللي يمتد ما بين 5 إلى 7 نوفمبر مثل ما تلاحظوا. يعني بالنسبة إليهم ماهوش حاجة مهمة يعني كما تلاحظ. إلى جانب المغرب، شوفوا المملكة العربية السعودية كيفاش راح تطور السياحة في بلدها. هذا فيديو عن منطقة حائل كما تلاحظون. هذا الجناح عند المملكة العربية السعودية في هذا المعرض الهام للسياحة.
يعني السعوديه اللي بلد بترولي ما يخموش بالعقليه نتاع نظام العسكر تاعها، ما عندها ديروا بالسياحه، شوف الناس كيفاش تحاول انها تخلق من الثروه، تخلق ثروه متجدده يعني، وتحاول تتخلص من يعني الاعتماد على المحروقات كمصدر دخل. السعوديون ثاني الجناح نتاعهم كان هام في معرض لندن للسياحه. هذه اخر نقطه في البث المباشر نتاع اليوم، التقي بكم في بث مباشر اخر، بدايه اسبوع موفقه.